السلام عليكم. اليوم سوف أريكم في هذا الفيديو أسرار واختصارات في هواتف أندرويد. البعض قد تكونوا تعرفونها والبعض لا، ولكن في نهاية هذا الفيديو سوف تصبحون محترفين في استعمال هاتفكم. قادم على Best Pro DZ. هل كنت تعلم أنك عند الضغط 3 مرات بسرعة على شاشة هاتفك يمكنك تكبيرها ثم التمرير بإصبعين في الشاشة بحرية وهي بهذا الحجم؟ وإن ضغط 3 مرات مرة أخرى سيعيدها إلى ما كانت عليه. ويمكنك عمل نفس الشيء وأنت داخل أي أبليكيشنز أيضا. لتفعيلها في هاتفك اضغط على Settings ثم في الأسفل اضغط على Accessibility، بعدها على Visual Enhancement ثم ابحث على Magnification وقم بتفعيل Triple Tap to Magnify، بمعنى 3 ضغطات للتكبير. نحن ننظر لوصفة مكتوبة في البراوزر على سبيل المثال ونريد حفظها. نضغط هنا ثم نفتح التطبيقات ونفتح كروم في وضعية سبليت سكرين هكذا، ثم نختار التطبيق الثاني النوت على سبيل المثال. الآن نأتي ونحدد النص في الكروم ونقوم بالضغط المطول عليه ثم نسحبه إلى التطبيق الثاني بهذه السهولة. فتح المنبه أو الساعة بالضغط على الوقت الظاهر في الشاشة مرتين بدل البحث عنها بين الأبليكيشنز. إذا كنت من الذين يستخدمون الساعة كثيرا سواء للمنبه أو التايمر، باستمرار ستوفر عليك الوقت كل مرة. شيء آخر يوفر الوقت هو الضغط المطول على التطبيقات للوصول إلى اختصار سريع في أي تطبيق، كالكاميرا لتسجيل فيديو بسرعة أو الموسيقى أو سناب شات أو أي تطبيق يدعم هذه الخاصية، وهي كثيرة لنقل 99%. لنقل أن شخص يتصل بك في هاتفك وأنت في اجتماع وأردت إسكاته بسرعة بدون أخذ وقت طويل، فقط ضع يدك فوقه هكذا وسيسكت الهاتف بدون أن تغلق الهاتف على المتصل. وفي حركة مشابهة يمكنك قلب الهاتف فقط وسيسكت. هل كنت تعلم أنه عند الضغط السريع على هذا الزر مرتين سيعيدك بسرعة إلى التطبيق الذي استخدمته قبله ويقوم بالتقليب بينهما كل مرة تقوم بفعلها؟ أنا هنا على انستغرام مثلا، وإن أردت الرجوع بسرعة إلى التطبيق الآخر المفتوح أضغط عليه سريعا مرتين ويعيدني إلى اليوتيوب مثلا، ويمكنني عملها باستمرار. رائع. هل كنتم تعلمون أنه عند فقدان هاتفكم أو عدم معرفة مكانه يمكنكم فقط الكتابة في جوجل Find My Device وسيبعث فورا رسالة نصية إلى هاتفك ويخبرك أنه حدد موقعه ويريه لك على شاشة الحاسوب؟ بعدها قم بالضغط على الموقع ويمكنك بعدها اختيار جعل الهاتف يرن بدون انقطاع. دائما تذكروا هذا عندما تضيعون هواتفكم. هذا كل شيء متابعينا الأعزاء. إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بزر لايك وكتابة أي اختصار أعجبكم من هذه الاختصارات، وكذا شاركوا المقطع مع أصدقائكم إن أمكن. سلام الله عليكم.